السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام وفي كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنعمل اعادة تدوير لطرحة بنشيلها من هنا ونحطها من هنا، زحمانة على الفاضي، مدتها راحت ما بقتش تستخدم، وليها كمان على الجنبين رسمة مختلفة، يعني ممكن تتلبس على الشكلين، كبيرة زي ما حضراتكم شايفين اهو. وانا في انتظار اللايك الجميل والتعليق الاجمل اللي دايما بيحفزنا للمزيد والمزيد من الفيديوهات. شكرا لدعمكم على الفيديوهات السابقة. شوفوا يا جماعة اهو، انا فصلت الطرحة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى حددي لو كنت هتستخدميها من الناحية دي او من الناحية دي زي ما انتوا عايزين. تمام، طيب انا عجباني قوي الشراشيب اللي نازلة منها اهو، طبقها كده بالشكل ده، وبطبق الجزء التاني فوقها تماما بالظبط. حتى اللبس اللي انا لابساه دلوقتي برضو باللون ده، سبحان الله، يعني باخدش بالي من الحاجات دي ساعات اهو. انا كده عملت الخط اللي انا بساوي بيه معظم الحاجات اللي انا بعملها اهو. تمام، وباخد نص عرض الظهر، ودايما ال 20 سنتي بتكون مناسبه لمعظم السيدات، ال 20 سنتي بتكون مناسبه لمعظم السيدات، ولكن حاولي تاخدي قياس ظهرك بالظبط هيكون افضل. تمام اهو، ده طلع لي كده القياس زي ما حضراتكم شايفين، وباخد نفس القياس ده كده وانزل بيه برضو 20 سنتي اهو، جنبها كده باربع اصابع لزاز كده جمال اهو بالشكل ده. تمام، طيب بتاخدي دوران اكبر حجم وبتزودي عليه 5 سم، بتقيسي دوران اكبر حجم عندك وبتزودي عليه من 5 ل 10 سم تقريبا كده. يعني ايه، انا هاخد مثلا، هنخليها مثلا كده ايه، يلا 35، دي جميلة جدا وواسعة كده وجميلة. هوصل النقطة بتاعت 35 بالنقطة دي اللي معايا اهي، انا بنزل على واسع بالشكل ده. تمام، يعني انا بعمل ايه النهارده، بعمل حاجة حريمي اكيد، مش كل حاجة اطفال. وهنا دوران الرقبة بيكون 8 سم اهو، ومنساش انزل 3 سم بتوعي اللي دايما بنزلهم، وما بيأثروش عندي على دوران الابط اهو. شايفين كده، طبعا انا واخدة دوران رقبة لخلفي صغيرة اهي بالشكل ده كده، هي بلوزة. تمام، طيب انا لو عايزاها كاردي، عايزاها كارديجيان يعني جاكيت مفتوح، هعمل ايه؟ هاخد واحد ناحية واحدة اهي، وافتحها. بس طبعا الاول هشتغل عند دوران الرقبة، هنزل بيه كده اهو بالشكل ده كده، واروح فاتحه الجزء ده كده للاخر. واسهل وابسط اعاده تدوير ممكن تعملوها، وما اكثر الطرح المحطوطه في الادراج اهو. الشكل ده. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده هتحددي هيتلبس على، تتلبس على انهي لون، فانا هختار اللون ده، وهبتدي بقى اخيط الاكتاف على بعض بالشكل ده، الكتف ده على الكتف ده، والكتف ده على الكتف ده. لازم اقص الشرايط اللي انا، او الشريط اللي انا هعمل بيه السجاف بتاع دوران الابط، استحسن يكون شريط طويل عشان ما يبقاش موصول مره واحده كده اهو. الجزء ده كده هاخد منه الشريط اللي انا هعمل منه السجاف. لو عايزه تعمليها نص كم مفيش اي مشكله، يعني مثلا هي حلوه قوي نص كم، مش وحش على فكره. باخد كده، وطبعا الكم عملناه كتير، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. واول ما تمرني نفسك على كم هتوصلي للمرحله ان انت تقصيه وتركبيه ويطلع مظبوط معاكي من اول مره. ده لو عايزه تعملي كم. لو عايزه ما تعمليش كم وتعمليه مستقيم بالشكل ده، بتقصي شريط طويل مستقيم. اول حاجه بعملها الاكتاف، لغايه انتوا بس بتعملوا اللايك والتعليق، لان انا خلصت الكتفين، وبفرد كده دوران الابط عشان اركب اول شريط معايا اهو.
شكل حضرتك شايفينه ده. ممكن تركبي كذا طرحة على فكرة، لو عندك مثلا ايه الطرح مش كبيرة، عندك طرح صغيرة عايزة تعملي كارديجيان، نسقي كذا لون طرحة مع بعض اهو. كنيته مرتين الشريط، بشيل الخيوط الزيادة اهو يا جماعه، بقفل الكم بالشكل ده لنهايه الكارديجيان ده. انتوا شايفينه ده طريقه سهله جدا، لا بطرونات ولا قياسات. وباخد بقى طرف الكارديجيان كله بقى كده الجزء الامامي ده وبتنيه بالشكل ده، مش بركب شرايط ولا حاجه. هو اصلا كارديجيان مفتوح، فمش بالضروره ابدا ان هو يكون يعني ايه مقفول على بعضه. لو انت عايزاه مقفول على بعضه بتركبي بقى جزء الشريط عريض بقى، تمام؟ يعني حوالي 5 سم من اليمين وجايهم من الشمال، علشان تعملي بقى القفله اللي هي بتقفل على بعضها دي اهو. بعمل كده لغايه ما اوصل لغايه دوران الرقبه برده، واخده معايا وهكذا. اهو يا جماعه دوران الرقبه خلفيه وصلت له، من اسهل الحاجات اهي، مش محتاجه سجاف ولا اي حاجه اهو. شايفين الخياطه في اعاده التدوير بالذات ممتعه، لان هي بتمرنك، تمام؟ اولا ما بتبقيش خايفه لو جاتلك حته قماشه جديده، ما بتبقيش خايفه لانك اصلا مرنت ايديك. ورجاء نصيحه يا جماعه، اتفقوا على حاجه قبل ما تعملوها، عشان ما يجيش حد في الاخر يقولك انت عملتي ايه، دي اصلا كانت كذا قبل ما تعمليها، دي كانت جلابيه مثلا. طيب ماشي، ما هو عادة التدوير حاجه مش سهله، انك تطلع تحفه من حاجه ما كانتش مستخدمه او مركونه، فده مجهود لحد ذاته يعني، تمام؟ فاتمنى ان انتوا تتفقوا على حاجه قبل ما تعملوها، علشان ما تتضايقوش انتوا نفسكم من ان انتوا ما بتتقدروش، تمام؟ اهو، لان ممكن تكوني مبسوطه وانت بتشتغلي وبتعملي حاجه بتحبيها، بس مع عدم التقدير مع الوقت انت نفسك هتتضايق. بس كان انا اتضايقت كأم عبد الرحمن من عدم تقدير الناس في اللايكات، واحد بيحبط برضه، التشجيع مهم جدا اهو بالشكل ده. يلا نشوف بقى النتيجه النهائيه للكارديجان بتاعنا. اه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده، وكمان شايفين طوله قد ايه بسيط وقد ايه سهل. اتمنى تعملوه، الفكره تكون عجبتكم، ما تنسوش لايكات كتير، نهبة لايكات كتير، تعليقات كتير.